السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إن شاء الله دلوقتي هنكمل يونت 14 وهنشوف lesson 3 and 4 and 5 عشان إن شاء الله نخلص اليونت دي كلها. هنشوف الكلمات، حاول تركز في الكلمات، الكلمات كتيرة شوية، وكمان هنشرح الفانكشن بتاعها. هو easy very easy، سهل جدا، وعشان نخلص اليونت دي كلها ويارب تكونوا تفهموها كده، تعملوا على الهومورك، ولو في حاجة نشرحها تاني. The first word أو الكلمة عندنا اسمها natural يعني طبيعي، حاجة طبيعية، لكن الطبيعة ذات نفسها اسمها nature، لكن natural يعني حاجة طبيعية. مثلا natural waterfalls، waterfalls اللي هي شلالات، شلالات الفالماء دي waterfalls، أما natural waterfalls شلالات طبيعية، يعني من صنع الطبيعة، ربنا اللي خلقها كده، مش من صنع الإنسان، الإنسان مش هو اللي عملها، لا دي مصنوعة من الطبيعة، لأن في حاجة man-made يعني من صنع الإنسان، من صنع البشر، man-made يعني زي السفنكس أبو الهول عندنا، زي pyramids عندنا، زي temple of Abu Simbel، كل دي من صنع الإنسان هو اللي عملها، man-made wonders يعني عجائب بس من صنع الإنسان. في طبعا بتبقى natural يعني حاجة طبيعية. نقرا تاني كده، الله، natural waterfalls man-made. ركز بقى في الكلمتين دول، مهمين جدا في النطق وفي كمان الفهم. أول كلمة اللي تكتب oasis دي اسمها واحة، الواحة اسمها بقى ايه؟ oasis. شوف oasis away، شوفوا تقول في الأول away oasis. طيب جمعها نفس الكلمة بس بدل I هتبقى E، oasis. نمد في الآخر شوية كده oasis، فالأول ناس معها oasis والتانية oasis. misprint معناها خطأ مطبعي، في خطأ، misprint كلمة miss في الأول لبعض الكلمات معناها حاجة فيها خطأ كده، misread معناها إن هي يخطئ في القراءة، misread. نقرأ تاني كده، الله، natural waterfalls man-made oasis تقول في الأول oasis misprint reread. شوف reread، كلمة read وحط قبلها كلمة re معناها إعادة. لو أنتوا فاكرين كنت شرحت لكم في الأول مع بعض كده، قلت لكم reread دي يعني يقول لك مثلا I like this book I want to read it again. شوف read it again، يقول لك بين قوسين استخدم في rewrite، استخدم reread. reread معناها إعادة قراءة، فأنا مش محتاج كلمة again بقى، خلاص هشيل كلمة read وحط مكانها بس كلمة reread، وشيل كلمة again، هتبقى I like this book I want to reread it. وطبعا من غير كلمة again تشيلها خلاص again، وبس مكان كلمة read هتحط reread. في حاجة اسمها replay، إعادة تشغيل. في حاجة اسمها redo، يعيد فعل شيء تاني، redo. يعني مثلا لو انت حليته في الامتحان تقول مثلا ايه I want to redo it يعني اعاد اعمله تاني يعني. reread redo. vote معناها يصوت او يكتر، يصوت مش يصوت واحدة بتصوت، لا يصوت معناها يعني ينتخب، يحط في الانتخابات اسمها vote. print يعني يطبع، misprint خطأ مطبعي. paint يعني يطلي، طب repaint معناها يعيد طلاء، اهو تحتها repaint يعيد الطلاء، repaint. يقول لك مثلا ايه I want to paint my house again. شوف عايز ادهن بيتي مره تانية، فاستخدم يقول لك استخدم repaint، هتقول كده I want to repaint my house من غير كلمة again، خلاص الري هنا مكان كلمة again، تشيل again خلاص. يبقى نرى كلمات ينصر كده، reread redo vote print paint repaint. تمام، حاجة تانية أقول لكم كمان بصلها، natural waterfalls
man-made oasis, 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 misprint, misread, reread, redo, vault, print, paint, repaint. شوف بقى الكلمات التانية، في كلمات كتير خدتوها قبل كده وكلمات ممكن تشوفها جديدة. final، final معناها النهائي، final، final exam امتحان نهائي، final match ماتش نهائي، stadium، stadium، palace، palace مش place، palace اللي هو القصر، century، century اللي هو 100 years 100 سنة، century، totally، totally بتسوي كلمة completely، totally معناها تماما، totally يقولك I totally agree with you، أنا متفق معك تماما، I totally agree. ممكن تقول I totally disagree، أنا مش متفق معك تماما. definitely، 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 كلمة definitely معناها بالتأكيد، definitely، definitely، exactly، 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 exactly معناها بالضبط تماما، exactly اسمها كده ايه؟ exactly، exactly دي معناها بص تماما بالضبط. في كلمة definitely معناها بالتأكيد، كلمة exactly معناها تماما. تقول واحد مثلا ايه، واحد بيقول لك ايه do you agree that Abu Simbel او the temple of Abu Simbel is a wonderful مثلا temple، هل بتتفق ان ده معبد أبو سمبل ده معبد مثلا wonderful رائع؟ انت تقول له مثلا that's exactly how I feel، ده بالضبط اللي انا بشعر به بالضبط، يبقى انا متفق معك في الرأي بتاعك، that's exactly how I feel. brochure، brochure اللي هو كتيب او نشرة زي البطوية كده، brochure كتيب صغير كده او نشرة ورقتين ومثلا بطوهم كده وبوزعهم على الناس، اسمه brochure، brochure، brochure. fantastic، fantastic، point، point معناها فكرة أو رأي أو نقطة، point اسمها إيه؟ point. يعني مثلا ما أحب أقول له، واحد بيقول لي مثلا بقول له إيه؟ بقول له what do you think of the film؟ it's amazing، إيه رأيك الفيلم؟ هو مش هو رائع؟ يقول لك، يقول لي مثلا إيه؟ you have a point there، you have a point there معناها أنت محق في ذلك، you have a point there، you have a point there، a point معناها هنا معناها فكرة أو رأي أو نقطة. ماسك، ماسك اللي هو المسجد، تشيرش اللي هي الكنيسة، لكن ماسك اللي هو المسجد، ماسك. كانيون، كانيون، كانيون الوادي ضيق، حتى في أمريكا يقول لك في حاجة اسمها جراند كانيون، كانيون اللي هي وادي ضيق كده، كانيون، 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 كانيون. تونل، تونل، tunnel، tunnel، tunnel اللي هو النفق، tunnel، canyon، tunnel، canyon، tunnel، قول رأي ابني، canyon، tunnel. Norway، Norway اللي هي دولة النرويج، اسمها Norway، 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 Norway. opinion، opinion، opinion معناها ايه؟ رأي، opinion، what's your opinion about the film؟ what's your opinion about the match؟ what's your opinion about the Cairo Tower؟ what's your opinion بتسأل what do you think of، ما رأيك فيه، ده ما تيجي تسأل عن رأي، what's your opinion. architect، architect اللي هو مهندس معماري، خدته قبل كده، including خدته قبل كده برضو، معنى مشتمل على including، نقرأ بسرعة، final، stadium، palace، century، totally، completely، definitely، definitely، exactly، exactly، brochure، brochure، fantastic، point، mosque، mosque، canyon، 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 tunnel، Norway، opinion، architect، including. fact، PCE اللي هو قبل الميلاد، international، international، international معناها دولي، international، لكن كلمة national بس معناها قومي، لكن international حاجة دولية. traditional، 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 traditional معناها تقليدي، حاجة تقليدية متعودين عليها، traditional. cliff، خدتوها في أولى إعدادي في القصة بتاعت the Iron Man، Iron Man يعني. cliff معناها جرف أو منحدر، cliff. water drop، water drop قطرة ماء. water cycle، water cycle اللي هي دورة الماء، دورة الماء اللي هو
الميه بتطلع بتعمل ازاي؟ يعني مثلا الميه مثلا والدنيا بتشتي وبتنزل في الميه وبعدين تتبخر وتطلع تاني وبعدين تنزل الميه كده، اسمها ووتر سايكل، دوره الماء. ووتر سايكل مش دوره الميه، لا دوره الماء. ووتر سايكل. ارت جاليري، ارت جاليري، ارت جاليري. ادفنتشر، 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 ادفنتشر. سيتادل، سيتادل، سيتادل معناها قلعه، في كلمه كاسل برضو معناها قلعه. روف، روف اللي هو السطح. بيرسونال، بيرسونال، بيرسونال معناها شخصي، حاجه شخصيه بيرسونال. بصوا بقى الكلمه دي، الكلمه دي قديمه، يعني الكلمه دي من الكلمات القديمه شويه، اسمها يعني قديمه، يعني ما عدناش بنستخدمها الوقت كتير، ولكن كانت تطلق قديما على كلمه مكتبه اللي هي بيبليوثيكا، بيبليوثيكا، بيبليوثيكا. في حاجه اسمها بيبليوثيكا الكسندرينا، بيبليوثيكا الكسندرينا اللي هي مكتبه الاسكندريه، اسمها كده بيبليوثيكا الكسندرينا، حاجه حلوه كده بيبليوثيكا الكسندرينا. ديسكرايب، ديسكرايب، ديسكرايب. ميكس، ميكس، ميكس. ديزاين، ديزاين. تاني لا فاكت، بي سي اي، انترناشونال، تراديشنال، كلف، ووتر دروب، ووتر سايكل، ارت جاليري، ادفنتشر، سيتادل، روف، بيرسونال، بيبليوثيكا، بيبليوثيكا، ديسكرايب، ميكس، ديزاين. تمام، الكلمات الاولى كده، دي كلمات كده بتعرفها بس لكن ما تحفظهاش ولا حاجه، اللي هي المان ميد ووندرز. مان ميد ووندرز اللي هي عجائب من صنع الانسان، ده لهم كده مجرد معرفه بس كده. ذا تمبل اوف ابو سمبل اللي هو معبد ابو سمبل، ذا سفنكس، سفنكس اللي هو ابو الهول، ذا سفنكس، ذا بيراميدز، بيراميدز اللي هي الاهرامات، ذا سيتادل القلعه اللي عندنا في مصر، ذا كايرو تاور اللي هو برج القاهره، السويس كانال، سويس كانال اللي هي قناه السويس، لايك ناصر اللي هي بحيره ناصر، ذا اسوان هاي دام سد العلو في اسوان، بيبليوثيكا الكسندرينا، بيبليوثيكا الكسندرينا اللي هي مكتبه الاسكندريه اللي دلوقتي بنسمعها بنطلق عليها الكسندريا لايبراري، لكن هنا بيبليوثيكا الكسندرينا، ذا جريت وول اوف تشاينا سور الصين العظيم، ده طبعا من عجائب الدنيا السبعه او من عجائب الدنيا، ذا جريت وول اوف تشاينا اللي هو الحديثه يعني، ذا جريت وول اوف تشاينا. تشيتشن ايتزا، تشيتشن ايتزا، تشيتشن ايتزا. من بقى تشيتشن ايتزا ده بقى اللي هو هرم في المكسيك اسمه كده تشيتشن ايتزا، هتشوفوا شكله دلوقتي، تشيتشن ايتزا. بيترا، بيترا اللي هي مدينه في مدينة البتراء دي في الأردن، دي من عجائب الدنيا السبعة الحديثة. وبرضو في إيطاليا في معبد هناك كده مبنى اسمه ذي، أو ممكن تقول ذا ممكن تقول ذي على حسب النطق بتاعك، لو أنت عايز تأكد عليها أقول ممكن تقول ذي، ذي كولوسيوم، 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 كولوسيوم اسمه كده ذا كولوسيوم، كولوسيوم، كولوسيوم اللي هو اللي هو المعبد هناك في ايطاليا اسمه كولوسيوم. ذا تشانل تانل، ذا تشانل تانل، ذا تشانل تانل اللي هو ده نفق المانش، دي عباره عن بحر كده بين انجلترا وفرنسا بيبحروا فيه بيسبحوا فيه يعني، اسمه ذا تشانل تانل، ذا تشانل تانل. كان عندنا واحد في مصر اسمه عبد اللطيف ابو هيف عدى البحر ده اللي بين انجلترا وفرنسا نفق كده اسمه ذا تشانل تانل. دي اللي هما ذا جريت وول اوف تشاينا وتشيتشن ايتزا وبيترا وذا ذا كولوسيوم وذا تشانل تانل، دي من عجائب الدنيا السبعه الحديثه. ناتشرال بقى ووندرز، في بقى عجائب طبيعيه، اللي فوق دي كانت كلها مان ميد من صنع البشر، لكن دي بقى ناتشرال ووندرز. ذا وادي ريان ووتر فولز،
The Wadi Rayan Waterfalls, شلالات وادي الريان دي في الفيوم هنا في ايجيبت. The Siwa Oasis, The Siwa Oasis يعني واحة ايه؟ سيوة دي ما شاء الله جميلة جدا ان شاء الله تزوروها. The Victoria Falls, Victoria Falls, The Victoria Falls اللي هي شلالات فيكتوريا دي في افريقيا ودي مشهورة جدا. The Victoria Falls ممكن تكونوا درستوها في الدراسات. The Grand Canyon, The Grand Canyon, Grand Canyon دي منتزه اسمه Grand Canyon دي في امريكا في كذا ولاية كده مشتركين فيه, حاجة خرافة يعني. The Grand Canyon, Grand Canyon دي كلها natural wonders, حاجات طبيعية. انا زي ما قلت لك كده يعني ايه اعرفهم شكلا كده يعني ما تحفظش تحفظهم او او يعني. تعال نشوف بقى الكلمات. I'm afraid, I'm afraid يؤسفني انا او اخشى يعني. واحد يقول لك معناها انا خايف, اه ممكن يجي معناها ما انا خايف, لكن I'm afraid معناها انا يؤسفني يعني. مثلا واحد بيقول لك رأي وانت تقول والله يؤسفني ان انا مش متفق معك, تقول له I'm afraid I totally disagree, I'm afraid I totally disagree, I'm afraid انا متأسف ان انا مختلف معك. An exciting mix of, an exciting mix of, an exciting mix of, مزيج من, مزيج مثير من, an exciting mix of. That's amazing, that's amazing يعني هذا ايه مذهل. Give an opinion, give an opinion معناه يعطي رأي, والفانكشن ازاي give an opinion لرأي وازاي ترد على الرأي بتاع حد تاني. Then I'm afraid, an exciting mix of, an exciting mix of, that's amazing, that's amazing. وممكن كمان تقول give an opinion, give an opinion. Vote on, vote on معناه يصوت على او يقترع على, زي ما قلت لكم مثلا هما كانوا عملوا قائمة كبيرة فيها عجائب الدنيا السبعة كتير وخلوا الناس تقترع عليهم تختار منهم السبعة اللي هم عايزينهم. Decide, sorry, on the list معناها في القائمة او على القائمة, ما ينفعش اقول in the list او on the list. Decide on يحدد او يقرر, decide on طبعا لو on هيجي وراها noun او الفيرب في ing, لكن decide to هتلاقي الفيرب في الانفينيتيف في المصدر. Decide on. Compare with دي معروفة, compare with يقارن حاجة بحاجة. تاني على vote on, احفظها vote on, on the list, decide on طبعا وراها noun او الفيرب في ing, compare with, compare with دي ركز على الكلمات اللي تحت واقرا دول بس كده تبقى عندك معرفة بالعجائب المان ميد وبالناتشرال. نكمل مع الاكسبريشنز والبروبوزيشنز. great idea لو حد بيقول لك رأيه وانت بتقول لك انت متفق معاه, تقول له مثلا great idea. man made wonders, man made wonders عجائب من صنع البشر. go over a cliff يندفع من اعلى منحدر اللي هو زي الووتر فول الشلالات الشلال. go over a cliff. that's exactly how I feel, احفظ دي سم. that's exactly how I feel, that's exactly how I feel ده لو انت واحد بيقول لك رأي وانت متفق معاه في الرأي, لو انت متفق معاه في الرأي تقول له that's exactly how I feel, ده اللي بشعر بالظبط. you have a point there, you have a point there, you have a point there, you have a point there معناها هنا اللي سيادتك بالظبط بتقول له انت وجهة نظرك صح. برضو اما حد يقول لك رأي او فكرة وانت متفق معه تقول له you have a point there, you have a point there, you have a point there يعني انت عندك وجهة نظر صحيحة. you have a point there, اسمع كده, you have a point there او you have a point. ماشي اشوف الوقت الكلمة اسمها تاخدوها كده you have a point there. I couldn't agree with you more, I couldn't agree with you more. واحد يقول لي دي معناها ايه بقى؟ دي معناها اتفق معاك تماما. واحد يقول لي مش اتفق معاه ازاي؟ ده بيقول له I couldn't. يعني بشوف I couldn't agree with you more. يعني بص بقى انا ما اقدرش اتفق معاك اكتر من كده. يعني انت رايك مفيش بعده. دي معناها كده يعني انت تمام. I couldn't agree with you more. يعني مفيش حاجه اقولها بعد اللي انت قلتها. انا ما اقدرش اتفق معاك اكتر من كده كمان. يعني معناها اللي انت بتتفق معاه تماما. I couldn't agree with you more. That's exactly how I feel. Or you have a point. Or you have a point there. زمان نرى الوقتي. I couldn't agree with you more. بستخدم التلاتة دول لما تكون انت متسيادتك متفق مع رأي واحد. واحد بيقول لك رأيه. واحد بيقول لك ايه؟
مسألة يقول ايه شفت فيلم مثلا، شفتوا فيلم يقول لك ايه what do you think of the film، ايه رأيك في الفيلم؟ it's amazing، ده مدهش قوي. انت تقعد ترد عليه تقول له مثلا ايه that's exactly how I feel، you have a point there، I couldn't agree with you more. واحد يقول لك مثلا ايه do you agree، هل انت متفق do you agree that the Sphinx in Nabul Hall should be on the list of the wonders، ان ابو الهول ده المفروض يكون في قائمه العجائب. لو انت متفق معاه تقول له that's exactly how I feel، ده بالظبط اللي انا بشعر بيه. You have a point there، انت عندك راي، انت وجهه نظرك مظبوطه. I couldn't agree with you more، انا ما اقدرش اتفق معاك اكتر من كده، يعني انا متفق معاك تماما. الثلاثه دول بقولهم لما اكون انا متفق مع حد في الراي. تعال نشوف كده بقيه حروف الجر. In my opinion، في رايي طبعا دي سهله. In my opinion، feel about، يشعر بخصوص. Think of، رأيك فيه أو يفكر فيه أو what do you think of، ما رأيك فيه. Full of، مملوء بي. Remind of، فكرني بحد. Remind of. Instead of، instead of معناها بدلا من. Instead of. Up to a point، up to a point، إلى درجة معينة. During the day، أثناء النهار. During the day. Keep people out، يبقى الناس في الخارج. Keep people out، keep people out. Walk across، walk across معناها يسير عبر. تقرأ الكلمات دي تاني كده وتحفظها عشان هنستخدم فيها بعضها زي دول كده. الكلمات دي طبعا بنعرفها كده. natural ده طبيعي، متعلق بالطبيعة ذات نفسها. لكن normal طبيعي يعني سوي أو سليم. إنسان normal، normal يعني طبيعي، ما فيش فيه مشاكل ولا حاجة. الإنسان مثلا normal ده شخص طبيعي، ما عندوش مثلا أي حاجة مش طبيعية مثلا، ده هو إنسان كله نورمال. لكن natural حاجة مختلفة متعلقة بالطبيعة نفسها. BCE اللي هو قبل الميلاد، لكن CE اللي هو ميلادية بعد الميلاد، يعني لك مثلا 350 BCE لكن CE بعد الميلاد. Tower اللي هو برج. Tour اللي هي جولة بقى. Tower برج لكن tour جولة. Century اللي هو القرن، لكن decade اللي هو العقد اللي هو 10 سنوات، لكن century اللي هو القرن. الكلمات دي بس تعرفها شكلا كده. تعال نشوف ال verbs الافعال هنا. misread اللي هو زي ما كنا read read هبه. misread reread نفس الكلمات برضو. read هي نفس الحاجه. understood keep انتوا عارفين الكلمات دي كلها قبل كده. يبقى نركز على الكلمات اللي هي الاولانيه دي اللي هي دي كلها، الكلمات اللي انت حطوها في البيج دي، وكلمات في دي، وكلمات دي طبعا انت يعني تقراهم بس كده معرفه، ولكن تحفظ دول سم، والدول تحفظهم سم عشان هنستخدمهم بعد كده. طيب تعال بقى بسرعه كده اشرح لك الفانكشن اللي هو المهم جدا وممكن يجي لك في الامتحان ان شاء الله. ركز معايا وانت هتلاقيك باذن الله فاهم. يعني لما تحب انت سألتك انت asking for opinion، انت بتطلب رأي من واحد. لو قال لك مثلا في الامتحان you ask، شوف you ask يبقى انت هنا بتسأل. you ask someone about his opinion of مثلا the temple of Abu Simbel، انت بتسأل واحد عن رأيه في معبد أبو سمبل. انت بتسأل الرأي، انت اللي بتطلب الرأي. خلي بالك انت مش انت بترد عليه، لا انت اللي بتسأل. فتقول له ايه what do you think of what do you think of the temple of Abu Simbel، what do you think of the sphinx، what do you think of the film، what do you think of the match. يبقى what do you think of انت اللي بتسأل، لك you ask يبقى انت بتسأل. what do you think of زي what do you think of the sphinx. كان في حاجة خدتوها قبل كده اسمه what's your opinion about. ممكن تقول what's your opinion on the sphinx، what's your opinion about the sphinx. what's your opinion دي برضو معناها ما رأيك فيه. يبقى احفظ معي الله what do you think of والحاجة اللي تسأل عليه. what's your opinion of، what's your opinion about، what's your opinion on، التلاتة معناهم برضو ما رأيك فيه. يبقى احفظ الله what do you think of، what's your opinion of، ممكن what's your opinion about، ممكن what's your opinion on، احفظ واحده منهم. او ممكن تستخدم اصل حاجه what do you think of. لو انت بتسال حد عن رايه تقول له ايه، قول له يلا what do you think of. you ask someone about his opinion of the sphinx، تقول ايه what do you think of the sphinx. طيب طب ايه تاني ممكن تقول؟ how do you feel about برضو نفس الحاجه. how do you feel about ما رايك فيه، او كيف تشعر بخصوص. يعني how do you feel about ذكاء الطوال، ايه رايك في برج القاهره، شعورك ايه عن برج القاهره،
ده حاجة عظيمة. It's amazing. It's wonderful. It should be on the list of the new wonders. المفروض يكون في قائمة العجائب الجديدة. قول رأيك. How do you feel about? لما تسأل بقى أنت تسأل you ask تقول له how do you feel about? How do you feel about الحاجة اللي بسأل عليها. How do you feel about? How do you feel about? What do you think of? How do you feel about? قول له كمان إيه? What's your opinion of? What's your opinion about? يبقى لما تسأل عن رأي what do you think of أو how do you feel about احفظ الله what do you think of how do you feel about. طيب في سؤال ثالث do you agree معناها هل توافق. انت هتقول له بقى خلي بالك انت هتقول انت هتسأل بس في نفس الوقت بتقول له رأيك ازاي. تقول مثلا do you agree that the citadel should be on the list. هل بتتفق معاي ان القلعة لازم تكون في الليست على القائمة اللي هي قائمة مثلا العجائب يعني. هل بتتفق معايا ان القلعة المفروض تكون في القائمة بتاعت العجائب. Do you agree that the film is amazing. هل انت بتفق معايا ان الفيلم ده رائع. Do you agree that the match it was boring. هل بتتفق معايا ان الماتش كان ممل. انت بتقول له do you agree that وبعد كده بتقول له الحاجة اللي انت عايز تقولها رأيك اللي انت عايز تقوله. Do you agree that the match is amazing. Do you agree that the film is wonderful. Do you agree that the citadel should be on the list. Do you agree that وتقول مثلا رأيك. ده لو انت بتسأل عن رأي حد تسأل عن رأيه انت بتقول له حاجة وعايز منه هنا ايه رد. لو قالك you ask your friend about his opinion تقوم قايل حاجة من التلاتة what do you think of والحاجة اللي انت تسأل عليها what's your opinion of والحاجة اللي تسأل عليها how do you feel about احفظها لك how do you feel about او do you agree that وتقول الحاجة اللي انت بقى سيادتك ايه عايز تقولها. Do you agree that the film is amazing. Do you agree that the match is كذا. Do you agree that مثلا محمد صلاح is a great player. Do you agree that والحاجة اللي انت عايز تقولها. طيب افرض بقى واحد بيقول لك رأيه وهو عايز منك رد بقى هل انت متفق معاه agree with him ولا don't agree with him. انت متفق معاه ولا مختلف معاه في الرأي. يعني مثلا واحد يقول لك ايه I think the Sphinx should be on the list of the wonders. انا بعتقد ان ابو الهول المفروض يكون في القائمة بتاعت العجائب. طيب هو قال لك كده انت هتعمل ايه ان شاء الله. هتبلم هترد عليه تقول والله انا متفق معاك او انا مختلف معاك. واحد يقول لك ايه I think the film was wonderful. اعتقد الفيلم ده كان رائع. انت هتقول له انا متفق معاك ولا مختلف معاك. انت هترد عليه. لكن في الاول هنا انت you ask انت كنت بتسأل يا معلم. انت هنا اللي بتسأل وقال لك you ask يبقى انت بتسأل. لكن someone asks you واحد بيسألك عن رأيك يبقى انت سيادتك بقى هنا هتقول له رأيك في الحاجة. طب افرض واحد قال لك رأيه وانت بقى هترد على رأيه يبقى انت هترد بالموافقة او غير موافقة. طيب ممكن واحد يقول لك ايه what do you think of the film it's amazing. يعني هو الشخص نفسه هو اللي بيقول لك كده ايه رأيك في الفيلم ده كان مدهش. يعني هو قال لك ايه رأيك وقام قال لك كمان رأيه في الاخر يبقى انت هنا هترد على رأيه انت متفق معاه او مختلف معاه. يعني يقول لك ايه what do you think of the film it's amazing. هو اللي بيقول كده الشخص ده بيقول الحاجتين دول what do you think of the film it's amazing. ايه رأيك في الفيلم ده كان بص خرافة. انت تقول له والله I agree with you I don't agree with you. ايه اول حاجات اللي قلناها دلوقتي. لو انت متفق في الرأي ممكن ثلاث حاجات اهم وممكن حاجة رابعة كمان تخدتها السنة اللي فاتت. اول حاجة انت ممكن تقول لو انت موافق ايه هتقول ايه ايوه سمع ها فواحدة بتقول I agree with you بس ممكن تقول I agree with you يعني I agree with you انا متفق معك. لو انت مختلف معاه ممكن تقول I disagree with you او I don't agree with you. ادي اي حاجة. واحد يقول لي انا خدنا السنة اللي فاتت I think so ممكن تقول له yes I think so. واحد يقول لي طب في لو انا مختلف معاه no I don't think so مش حاجة دي خدتها قبل كده. دي اسهل حاجتين. يعني لو جالك في الامتحان انت بترد على واحد على رأيه بتقول له متفق مختلف ممكن تقول I agree with you او I disagree with you. طب ممكن تقول ايه كمان بقى ها احفظ الله I couldn't agree with you more. يعني انا متفق معاك تماما. I couldn't agree with you more ده expression كده تعبير
يعني بقول له بص بقى انا ما اقدرش اتفق معاك اكتر من كده، يعني انا متفق معاك خالص، يعني ما فيش حاجه ما اقدر اقولها اكتر من كده. I couldn't agree with you more. احفظ يا بنت. ها I couldn't agree with you more. احفظ يا لا. I couldn't agree with you more. حاجه I couldn't agree with you more. اطنط. I couldn't agree with you more. طيب That's exactly how I feel. 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 ده اللي بشعر بيه تماما. You have a point there. 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 يعني انت محق في ذلك تماما. ثلاث حاجات اهم وممكن تضيف عليهم يلا الناس اللي بتسمع كويس. I agree with you او I ممكن تقول I think so. يعني ممكن I agree with you او yes I think so. يلا يلا احفظ. I couldn't agree with you more. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. That's exactly how I feel. You have a point there. You have a point there. You have a point there. احفظ واحدة واعرف الباقي. احفظ واحدة منهم واعرف مين الباقي. طيب لو انت بقى مختلف مع واحد يقول لي من اقول I disagree with you. ماشي. No I don't think so. تمام يا حاج. طيب في حاجتين كمان يلا. I'm afraid I totally disagree. I'm afraid I totally disagree. I'm afraid I totally disagree. يؤسفني أنني لا أتفق معك تماما. يعني أنا I'm afraid هنا مش معنى أنا متخوف، لا معنى يؤسفني. I totally disagree إن أنا مختلف معك. ممكن تقول I feel completely the opposite. I feel completely the opposite. أشعر بالعكس تماما. يعني واحد بيقول لك إيه؟ How do you feel about how do you feel about the match? It's wonderful. إنه رائع. وإنت الماتش كان بالنسبة لك boring ممل. تقول له I feel completely the opposite. واحد يقول لك إيه؟ What do you think of the English exam? إيه رأيك في امتحان الإنجليزي؟ It's very hard. هو اللي بيقول لك، هو الشخص بيقول لك إيه رأيك في الامتحان ده؟ كان صعب قوي، ده كان غتت. أنت تقول له I feel completely the opposite. أنا بشرب بالعكس تماما. يعني أنت بالنسبة لك أنت غير متفق معاه، يبقى بالنسبة لك الامتحان كان سهل يعني. أو أو يا أخويا I feel completely the opposite. I feel completely the opposite. واحد مش عايز يحفظ دول يحفظ يا حبيبي I disagree with you. No I don't think so. الحاجة اللي أنت خدتها كله صح، ما تخافش يعني. فدول الإكسبريشنز الجداد اللي ممكن تستخدمهم if you agree or disagree with someone's opinion، مع رأي شخص. لكن لو انت بتسأل عن رأيه you ask، يبقى تقول له what do you think of أو how do you feel about أو do you agree that، والحاجة اللي انت عايزها. سهلين ومش صعبين، ركز فيهم. تعال ناخد كده examples. واحد بيقول لتاني what do you think of the film it's amazing. لو قلت لك دي في الواحد من situations في الموقف، موقف what do you think of the film it's amazing، ايه رأيك في الفيلم ده كان رائع. يبقى انت هنا هترد على الرائع دي، هترد عليه بقى متفق ولا لا. لو انت متفق I couldn't agree with you more. That's exactly how I feel. You have a point there. I agree with you. I think yes I think so. لو انت بقى مختلف I'm afraid I totally disagree. I disagree with you. I feel completely the opposite. اللي انت عايزه. No I don't think so. كله ينفع. طب تعال نشوف الموقف ده. How do you feel about the dress؟ إيه رأيك؟ كيف تشعر بالنسبة للفستان؟ إيه رأيك في الفستان؟ Do you agree that it's fantastic؟ هل أنت متفق إن هو رائع؟ Do you agree that's fantastic؟ أنت متفق معايا إن هو رائع؟ يبقى أنت هترد بقى على رأيه ده. That's exactly how I feel. I feel completely the opposite. أو أي حاجة من اللي خدناها فوق دول. شوف هنا بقول لك إيه؟ هل بتتفق معايا إن هو رائع؟ أنت بقى ترد عليه. تعال نشوف أمثلة تانية. A friend asks if you agree. ها واحد بسألك اذا كنت انت متفق، يبقى انت هترد عليه بقى متفق ولا مش متفق. If you agree that the Wadi Rayan waterfalls are a fantastic wonder. شخص بسألك لو انت متفق ان وادي الريان ده او شلالات وادي الريان هي عجوبة رائعة، انت بقى شوف بقى اجري ولا ديس اجري. لو انت متفق تقول له I couldn't agree with you more. هنا انت متفق معاه تماما. I agree with you. That's exactly how I feel. You have a point there. اي حاجة. صوت الموتوسيكلات بره والحظر شغال. شعب فلة. طيب I couldn't agree with you more. طيب موقف تاني. Your cousin says that the last test was so difficult. ابن عمك بيقول لك اخر امتحان ده كان بص صعب جدا. You disagree. انت بقى واد ما شاء الله امور كده وبتذاكر واد فله، وانت بقى غير بص You disagree. ممكن يحدد لك خلي بالك في الموقف، ممكن يقول لك You agree او You disagree. لو سبب مفتوحة
براحتك. لو حددها بقى لو قالك يو اجري يبقى لازم تتفق معاه، لو قالك يو ديس اجري يبقى انت غير متفق. هنا قالك يو ديس ايه اجري، تقول له اي فيل كومبليتلي ذا اوبوزيت، اي ديس اجري ويز يو. ممكن تقول مثلا نو اي دونت ثينك ايه، اي دونت ثينك سو، ام افريد، اي توتالي ديس اجري، اي حاجه من اللي انت غير متفق. واحد بيقول لك ايه يو وونت تو نو، شو بقى يو وونت تو نو، انت عايز تعرف، يبقى انت سيادتك اللي هتسال. You want to know your friend's opinion about the Sphinx. انت عايز تعرف راي صاحبك في البلهول، انت اللي عايز تعرف رايه، يبقى انت هتساله what do you think of the Sphinx. بس what do you think of the Sphinx، ايه رايك في البلهول؟ طيب بقول لك هنا في امثله استخدام مبني مجهول في زمن المضارع التام في الاجابه على بعض الاسئله. يعني ممكن تقول ايه your mother asks، ماما بتسال، ده حاجه بقى تانية بقى. Your mother asks if you have finished the cleaning the kitchen. أمك بتسألك إذا كنت خلصت أو خلصتي أنت سيادتك تنظيف المطبخ. باعتباركم قاعدين يومين دول في البيت، فسيادتك مامتك بتقول لك خلصت تنظيف المطبخ ولا إيه؟ ولا لسه يا بيت؟ The dishes are not clean yet. أوبا هاتك العلقة. The dishes are not clean yet. والأطباق مش نظيفة. يبقى أنت خلصت ولا مخلصتيش؟ مخلصتيش. هتقول لها إيه بقى؟ The dishes haven't been cleaned yet. الأطباق لسه ما اتغسلتش. ممكن تقول لها no، أو مثلا ممكن تقول لها I haven't cleaned the dishes yet. ممكن تقول لها أنت مبنية المعلومة عادي، تقول لها I haven't cleaned the dishes yet، أنا مخلصتش الأطباق لحد دلوقتي. طبعا اسمعي كلمتين من أمك هتعدي إن شاء الله. دي يعني بعض المواقف يعني، بس إن شاء الله مش جاي لكم بس تعرفها برضه. Your friend asks you، صاحبك بيسألك when the book club will meet. when the book club will meet، واحد بيقول لك إيه نادي الكتاب او نادي القراءه هنتقابل امتى في نادي القراءه. The club hasn't decided yet، النادي لسه ما قررش لحد دلوقتي عن البوك كلب. فتقول له مثلا ايه the date hasn't been decided او chosen yet، التاريخ لسه ما تحددش لحد دلوقتي. The date hasn't been decided yet، او ممكن تقول له يعني ممكن اقول له الاجابه دي the club hasn't decided yet، بس دي الاجابه. طبعا دي بس يعني تعرفها بس كده، ولكن عادي. اهم حاجه تركز على المواقف بتاعه الاوبينيون اللي انت خدتها، المواقف دي وازاي اجري او ديساجري، او ازاي بتسال عن الاوبينيون بتاع حد. طبعا انا مش شايف ان هو سهل ولا صعب، ولكن تفهم بقى يو اسك او يو وونت تو نو، يبقى انت هتسال واحده من الثلاثه دول. لكن حد بيقول لك رايه، بيقول لك دو اجري ذات كذا، هل انت متفق معاه في كذا، يبقى انت متفق او غير متفق، ويتحل عليهم الهوم ورك باذن الله اخر يونت وتبعتهولي. Thank you so much. This is a unit 14. We're done with it. احنا خلصنا دلوقتي، وان شاء الله هنتقابل في unit 15 بإذن الله. Thank you so much. Goodbye.